بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن تذكرون أنه أنهينا خلال دورات قسم الإلهيات، تتذكروا هذا الحكي؟ وبعد ذلك انتقلنا أظن في هذه الدورة أو التي قبلها في قسم النبوات. نحن الآن نختم قسم النبوات. قسم الإلهيات يعبر عن الشق الأول من الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله. وقسم الإلهيات وقسم النبوات يعبر عن القسم الثاني من الشهادة، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلأ ممكن نعرج على بعض المحاور يعني التجميلية كما يقولون، يعني تتم، يعني ما بعرف أنا ندخل على موضوع نظرية داروين أو غيره بعد قسم النبوات، لما بننتقل فورا إلى السمعيات. سمعيات يعني كل ما أخبرنا به عن طريق السمع، سمعناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعيم القبر، عذاب القبر، الجنة، النار، الحوض، الحساب، حوض الكوثر، الميزان، الصحف، مهم كي الأشياء كلها منين؟ الملائكة، الجن، حديث عن الجن، كله هذا بيدخل بإيش؟ بالسمعيات. فتركوها لحتى شوف شو الله بيشرح صدري، يعني أنا أبحث دائما عما يناسبكم. طيب الآن نحن نريد أن نختم قسم النبوات إن شاء الله تعالى. في الدرس في المحاضرة الماضية رح تكلمنا عن بريطانيا واللي قبلها كمان، واستغلالها لعقدة النقص عند المسلمين، سقوط الدولة العثمانية، صعود القوة الأوروبية، استغلت هذا الأمر وبدأت تهمس. حكينا هذا الكلام في أذهان الناس، أخي بدكم أنتم تحضروا مثل منا، شوفها أنتم عقدة النقص كنت تحضروا مثل منا، شغلة طبيعية، نحن كنا متخلفين مثل منكم، جيبوا الإسلام وبعدوه عن حياتكم، يعني يكونوا علمانيين. وبالذات موضوع الغيبيات والمعجزات وكذا، شو هذه كلها خرافات، استغفر الله. وبالنتيجة وين وصلنا؟ إنه في ناس تأثرت بهذا الخط، وبدأت بريطانيا تدعم من تأثروا بهذا الخط، فجعلت محمد مصطفى المراغي شيخا للأزهر، وجعلت وجعلت محمد فريد وجدي رئيس تحرير لأعظم مجلة إسلامية في العالم آنذاك، وهي مجلة نور الإسلام، حتى كانت تعرف بمجلة الأزهر. وظهر محمد عبده في مرحلته الجديدة، مرحلة السابقة ما كان عليه في إشكالات محمد عبده، وظهر كتاب حياة محمد لحسين هيكل اللي ضن على النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول صلى الله عليه وسلم، وظهر توفيق الحكيم في كتاب اسمه محمد فقط، بدون صلى الله عليه وسلم، بدون حياة، بدون سيرة، وبدون يعني عم يحكي عن زلمة عادي، عرف شو قلت له؟ إيه نعم، استغفر الله. طيب هذا الكلام خلصنا منه، ما الذي حصل بعد ذلك؟ اللي حصل إنه بدأت كتابات جديدة تخرج تتعامل مع السيرة النبوية بطريقة مختلفة، تنفي عنها النبوة. لاحظت وين مكمن الخطأ؟ تنفي عنها النبوة، يعني تتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام بكل صفات التعظيم، عبقري، ذكي، قائد، سياسي، محنك، لكن لا تقترب من مساحة النبوة. طيب كل هدول شو قيمتهم لولا أنه نبي؟ احنا عم نحكي عن رسالة أرسل بها وبلغنا هذه الرسالة من خلاله، كل هذه الصفات موجودة عنه، فيه وفي فلان محنك وفي فلان ذكي، يعني ما الذي يميزه عن غيره؟ إلا الله أعلم حيث يجعله رسالة. طيب من الذين كتبوا في تلك الفترة كما ذكرت لكم محمد فريد وجدي. محمد فريد وجدي بس استتب له الأمر وضبطت أموره، ضبط الكرسي اللي قاعد عليه، ويعني عرف إنه خلاص
بريطانيا واقفة هيك حاطة إيدها بكل قوتها. بريطانيا كان اسمها بريطانيا العظمى، الدولة التي لا تغيب عن أرضها الشمس. بدأ يكتب سلسلة مقالات في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. الآن في محاضرة اليوم يا أبنائي وبناتي سنتكلم مثال من هذه المقالات، مثال واحد، وتشوفوا أنه هذا الكلام اللي لطيف. شو هذا الكلام اللي عم يقوله فريد وجدي؟ ما أقول والله والله طالب الآن، طالب عندنا يعني يلقي بهذا الكلام عرض الحائط، كلام خطير حتى في العقيدة. كيف هذا الكلام بيقوله واحد يتبوأ هذه المرتبة في الأزهار؟ لكن أقوله الله يثبتنا. طيب فريد وجدي يقول، اسمعوا هذا الكلام شوي شوي حنقرأ، ركزوا معه. إن الشرق الإسلامي لما رأى دينه ماثلا في عالم الأساطير، يعني الإسلام عبارة عن خرافات وأكاذيب والأساطير الأسطورة، انتبهنا؟ مثل التمثيلية كان يا مكان اللي كانوا يطالعوها، هل حدثت تلك الأسطورة حقا في تلك الأزمان؟ والشخصيات المسطورة هل كانت أم كانت أوهام؟ لاحظ هلأ فريد وجدي بهذه المرتبة ماذا يقول؟ يقول إن الشرق الإسلامي لما رأى دينه، شو يعني دينه؟ يعني الإسلام ماثلا في عالم الأساطير. الله اللهم ثبتنا يا رب. الذي قذفت فيه الأديان جملة، قذفت من إيش؟ من العلم، بيد العلم الحديث الغربي. العلم الغربي شو عمل؟ مسك هذه الأوهام والأساطير اللي منها الإسلام استغفر الله، فجاء بها فألقاها وقذفها بعيدا بإيش؟ العقل. لم ينبت بكلمة الإسلام والأديان سكت وبيطلع بإيدهم، لأنه اسمعوا هذا الكلام الخطير، لأنه رأى الأمر أكبر من أن يحاول، شاف الموضوع أكبر من أنه يقدر يوقف بوشه، بيقدر يوقف بوش العلم، العلم ألقى به بعيدا. ذلك احنا حكينا بالمحاضرتين الماضيات وبالذات المحاضرة الماضية، هل تتعارض المعجزة مع العلم؟ حنتابع اليوم. لأنه رأى الأمر أكبر من أن يحاول، ولكنه استبطن الإلحاد وتمسك. الله، يعني هذا العالم الشرق الإسلامي شو عمل؟ استبطن الإلحاد وتمسك بالإلحاد، بس ما بقدر يصغر فبقي. ولكنه استبطن الإلحاد وتمسك به متيقنا أنه مصير إخوانه كافة، هذا مصير كل الناس حتى متى وصلوا إلى درجاته العلمية. يعني كأنه يقول محمد فريد وجدي أنا أصبحت ملحدا، كل واحد يصل إلى درجتي في العلم لا بد إلا وأن يلحد. هيك الحقيقة؟ نحن نكمل نقاشنا، هيك الحقيقة يا ترى؟ طيب الله، محمد فريد وجدي يريد أن يقول العلم الحديث قضى على هذه الأديان ومنها الإسلام، والعياذ بالله. لكن لا يصرح بذلك، ويقول إن لما رأى الشرق هذه الظاهرة لم ينبت بكلمة، يعني لكنه استبطن الإلحاد وتمسك به. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن فريد وجدي الذي افترسته بريطانيا صار عبد من عباد بريطانيا، يتنبأ للأمة الإسلامية بأن تنتقل من الإسلام إلى الإلحاد. أنا بالله عليكم بدي أسألكم، هل هذا الذي حصل؟ هذا الكلام متى قاله فريد وجدي؟ في الثلث الأول من القرن العشرين. وين؟ الصحوة الإسلامية متى كانت؟ صحوة الإسلام، اسمعوا فيها الصحوة الإسلامية اللي اجتاحت العالم الإسلامي ومنها مصر ومنها سوريا وكتبت عنها كتابات. الصحوة الإسلامية كانت في الثلث الأخير من القرن العشرين. يعني الذي حصل في العالم الإسلامي عكس ونقيض الذي تنبأ به محمد فريد وجدي، لاحظنا؟ طيب بالثلث الأول
كانت أوروبا هي المهيمنة، فرنسا احتلت سوريا ولبنان والجزائر والمغرب وتونس، وين؟ بريطانيا احتلت فلسطين والأردن ومصر اللي عم نحكي عنها هلا، وغيرها من البلاد، وهذا غير دول أفريقيا. هذا الكلام في أول القرن العشرين. في نهاية القرن العشرين هذه الدول كلها تحولت إلى ضعيفة. في أول القرن العشرين كان عدد المسلمين في أوروبا ممكن ما بيقلك بنعده على الأصابع، بيقلك بالمئات. طيب ماشي الحال، في أحسن أحوال بالآلاف. اليوم يا محمد، عدد المسلمين في فرنسا حسب الإحصاء الرسمي، والرسمي يعني في كذب، يعني هني أكثر من هيك، 10%. سكان فرنسا 50 مليون، قديش عدد المسلمين في فرنسا حسب إحصاء الدولة الفرنسية؟ 10 مليون. 5 مليون. لكن الإحصائيات الحقيقية أكثر من 10. هدول أنا عم بحكي عن، ما عم بحكي عن السوريين والمغاربة والكذا اللي موجودين، أنا أتكلم من يحمل الجنسية الفرنسية. اليوم بريطانيا بلد يعني ينتشر فيها الإسلام بشكل عجيب. اليوم أمريكا ثاني دين، الآن كان الإسلام هو الدين الثالث، المسيحية ثم اليهودية ثم الإسلام. الآن في نهاية، شوف أنا عم بتكلم عن كلام فريد وجدي وعم أحط الواقع. الآن في أوروبا وأمريكا، يعني الغرب الأوروبي والغرب الأمريكي، الإسلام هو الدين الثاني، لا الأول هو المسيحية، هي أصلاً بلاد مسيحية. نعم، هو الدين الثاني. امبارح ترامب الجالية المسلمة تؤيده لأنه سيوقف الحرب في غزة وفي أوكرانيا. يعني شو معنى تؤيده؟ يعني ترامب وكل رئيس أمريكي صار يطلب ويخطب ضد المسلمين، لأنهم صاروا قوة، إلى درجة أنهم صاروا قوة انتخابية. إذا ما تنبأ به فريد وجدي، هل كان صحيحا؟ هل المسلمون صاروا ملحدين أم عادوا إلى الإسلام؟ هل الكتب التي تنتشر الآن عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي الكتب التي، المقالات التي كتبها فريد وجدي، أو كتاب حياة محمد الذي كتبه حسين هيكل، أو كتاب محمد الذي فرض على المدارس في مصر زمن بريطانيا، فرض على المدارس لتوفيق الحكيم، وادرسوا وعرفوا من هو توفيق الحكيم، يعني ما بدي أتكلم أكثر من هيك، يعني الناس كلها تعرف من هو توفيق الحكيم، فرض على المدارس فرضا في مصر، محمد فقط، محمد، شوف الاستهزاء، محمد صلى الله عليه وسلم. هل هذه الكتب هي التي تدرس الآن، أم الكتب التي تتكلم عن نبوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كتب كثيرة، فقه السيرة للغزالي، فقه السيرة للدكتور البوطي، فقه السيرة للشيخ الغضبان، المبارك فوري، كل هذه الكتب، يعني عم بحكي عن الكتب الحديثة والكتب، محمد الخضري بيكي اللي كان يلي كان قبل فريد وجدي في رئاسة التحرير، له كتاب في السيرة النبوية نور اليقين و إلى آخره. الناس لا تعرف هذه الكتب. ما تنبأ به فريد وجدي كان بسبب بهاره ببريطانيا، أو بسبب عمالته، لأنه هذا يصل الإنسان لدرجة أنه يعني يقول هذا الكلام، هذا كلام خطير في العقيدة. نسأل الله عز وجل الثبات، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فريد وجدي يعني عم يتكلم انه العالم الإسلامي استبطل الكفر، ليش؟ لأنه العلم بالغرب قضى على الأديان ومنها الإسلام وأقصاها، مهم؟ والله يا جماعة أنا شفت البعض في محاضرة انتشرت، يعني يبدو ما انتشرت برضا، يعني هو لقاء سري بس انتشر وموجود على اليوتيوب،
بابا الفاتيكان أبعد هذا أو يلي قبله كان يتكلم بغضب بغضب، قال له هل تعلمون أن اسم محمد وين صلاح الله الله هو أكثر الأسماء انتشارا في فرنسا وبلجيكا الآن؟ مين عم يقول هذا الكلام؟ البابا. قال له يجب أن نتحرك، وأنا وضعت خطتي وسنتحرك. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن ليس ما يسمى بالعلم، لأنه العلم لا يتعارض مع الإسلام، ما يسميه هو في عباراته علما، هذا فريد وجدي، ليس هو الذي أقصى الإسلام، وإنما العلم سجد لحقائق الإسلام ومنها المعجزات. والآن الإسلام في أوروبا ينتشر، ولماذا يتكلم البابا من فرنسا؟ لأن الحروب الصليبية عندما انطلقت من فرنسا، أول حملة صليبية كانت بمباركة البابا ومن فرنسا. طيب اليوم تباع الكنائس في أوروبا وأمريكا ويشتريها المسلمون، وإذا ما لهم حاجة في عندهم استحول لكازينوهات. إذن الإلحاد وين انتشر؟ عندهم وليس عندنا. ومع ذلك فمن الذي أنقذهم؟ أنقذ الدين، أنقذ العقل، الإسلام. الإسلام اليوم أحبابنا النخبة في أوروبا يا محمد هي التي تدخل في الإسلام. روجيه جارودي رئيس الحزب الشيوعي في فرنسا في عام 1970، مرشح الحزب الشيوعي لرئاسة فرنسا. شو رأيه؟ شخصية مرموقة بالنسبة لمجتمعه لما لا دخل في الإسلام. تبوا يا جماعة، دخل في الإسلام وصار اسمه رجا جارودي، رجا بدال روجيه، وكتب كتابا الإسلام دين المستقبل. شو رأيك يا شيخي؟ إذا نسمع لفريد وجدي المنبهر أو المطأطئ الرأس لبريطانيا، أم للحقائق هذه التي أذكرها؟ كوستو عالم البحار الأول في العالم دخل في الإسلام. موريس بوكاي، تسمعوا موريس بوكاي؟ اللي ما سمع بيسمع الآن. موريس بوكاي يسكن في الدائرة الخامسة في باريس. موريس بوكاي هذا الرجل له كتاب دراسة القرآن، دراسة التوراة والإنجيل والقرآن على ضوء العلم والمعارف الحديثة، انتهى من دراسته بأن أعلن إسلامه. موريس بوكاي اللي أوكل له رئيس الجمهورية الفرنسي، صار تفسخ في الجثة المحنطة لفرعون، فاتفقت مع الحكومة الفرنسية انه نبعتها على فرنسا مشان يشرفوا عليها. من كان رئيس اللجنة؟ موريس بوكاي. ودخل بالإسلام بهذا السبب، العلم ما بيتعارض. الإسلام شو قال؟ القرآن ماذا قال؟ قالوا لي شو قال القرآن؟ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. مهم؟ دخل سيدنا موسى البحر، وصل للنص لحقه، وصل بقى على شاطئ البحر مين؟ فرعون. شو بده يغوص البحر؟ ضرب أن فتح 12 طريق، كل قبيلة من قبائل بني إسرائيل، هاي الأسباط معناها ثلاث قبائل، دخلت من طريق، كان واصل للنص فتردد فرعون. بعدين ما أقول أنا عم أقول أنا ربكم الأعلى وخاف، فات. لما وصل للنصف كان واصل سيدنا موسى للطرف الآخر، ضرب بعصاه بأمر الله، هذه مشان الأسباب، أما هو من الفاعل؟ الله سبحانه وتعالى. فعاد البحر كما كان وذهبت الطرق. هون أسلم، لكن إسلامه ما عاد ينفعه، وآمن إيمانه ما عاد ينفعه. ليش؟ لأنه آمن وهو في حالة الغرغرة،
ومع ذلك ما ذكر اسم الله من الكبر تبعه. ما هلا شوف شو قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. كم كلمة قال؟ هو عم يغرق بس ما كبره ما قال. كان بإمكانه يقول آمنت بالله خالصة الشغلة، ومع ذلك ما ذكر اسم الله. هلا كيف أسلم موريس بوكاي؟ اسمعوا كيف أسلم. عم يحنط الجثة، عم يدرس الجثة، أم وجد آثار ملح على جثة فرعون بتمه وبجسمه. شو معنات الملح؟ معناتها كلام القرآن صحيح. القرآن عم يقول غرق، ولقى إنه إحدى يديه، أنا ما بعرف اليمين أو اليسار، إحدى يديه مربوطة. انتبهت عليه؟ يعني بتفردها بترد بترجع. ليش؟ فقال هذا دليل، وما في جرح، قال هذا دليل انه في رضة، لانه هو شو وين غرق؟ بالموج. الموج شو عم يعمل؟ متلاطم. الموج اللي بيعرفه، انا كنت اخذ طلابي على البدء الروسيه ونسبح نحن وياه، لما يهوج البحر، لما اذا واحد ما بيعرف يتصرف مع الموجة يقلب معها شو بيصير؟ تضربه كل ضربة كأنه لطشة كف، يعني بيعرف البحر، لطشة كف. فضربته موجة فصاير العضل يلي بجسم فرعون يعني ما بيقدر، يعني هي العضلة تشنجت. فوجد الملح ووجد هذه الآية، فدرس القرآن الكريم فوجد أن ما وجده في فرعون يتوافق مع ما جاء في القرآن الكريم. موريس بوكاي اللي كلفه رئيس الجمهورية الفرنسية بأن يكون رئيسا للجنة التي تشرف بعناية، بدها عناية، يعني هذا يعني فرعون من الناحية التاريخية يعني جثة محنطة وموجودة وصل آلاف السنين، فبدها عناية، مو لقيمته وإنما للمعنى التاريخي يعني. اي نعم. كان لنا استاذنا الشيخ حسين خطاب الله يرحمه قال رحت بالستينيات على مصر، يمكن قلت لكم يا يمكن ايه، فقال لقيت مريت قدام المتحف فلقيته عم بيقولوا فرعون بربع جنيه، فرعون بربع جنيه، يعني واقف واحد على باب المقليه انه اللي بده يفوت يشوف يفوت يتفرج على فرعون بربع جنيه. وانا فتت والله بس ما كانت بربع جنيه. اي نعم. وشي ما يعني شي بكبه بيعمل يعني مو في شي يعني شو فكروا شيء حلو، لكن مشان يشوف الإنسان. فاليوم ننجيك ببدنك أي معجزة إلهية لتكون لمن خلفك آية. أسلم موريس بوكاي بسبب المعجزة القرآنية وليس بسبب كلام فريد وجدي أن العلم أقصى وأعدم الحقيقة الدينية. واضح هذا الكلام؟ الله، هنا يتجلى قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له. ويتجلى قول الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يا جماعة، العلم كل يوم يؤيد القرآن ويؤيد السيرة وليس العكس. سنريهم آياتنا، كل يوم في اكتشافات تثبت أن هذا الإسلام دين الله عز وجل. سنريهم في كتاب اسمه الله يتجلى في عصر العلم، قلت لكم عليه قبل هلا، بتتذكروا سجلوه. وفي يعني كتب أخرى بهذا المعنى، سبحان الله، ينبغي أن نقتنيها في مكتبتنا. اليوم هل الصحيح أن العلم ألقى بالإسلام في عالم الأصم؟ طير والعياذ بالله، هذا كلام خطير في العقيدة. أنا ليس من عادتي أن أكفر أحدا، لكن هذا كلام خطير، وأيضا لا أكفر، لكن كلام خطير. هل صحيح أن العلم ألقى بالإسلام في عالم الأساطير، أما أن العلم يسجد للإسلام؟ كل هذا الكلام الذي قاله فريد وجدي انتهى وأكل عليه الدهر وشرب، انتهى. والذي لم ينتهي هو حقيقة النبوة، سلام ورحمة الله، حقيقة النبوة في هذا الدين
ولله الحمد. الآن أنا سآتيكم بنقل لعالم بريطاني كبير. هذا العالم يتكلم عن هذا الذي أقوله لكن ليس بلسان الدين وإنما بلسان العقل والعلم. العقل والعلم اللي قال عنه الفريد وجدي أنهما يعني أسقطا الدين بالضربة القاضية. صحيح هذا الكلام؟ مو هيك قرينا قبل شوي؟ ماذا يقول ويليام جونز العالم البريطاني الكبير؟ اسمع هذا الكلام. القدرة التي خلقت العالم، القدرة التي خلقت العالم اللي هي قدرة الله سبحانه وتعالى، لا تعجز عن حذف شيء منه أو إضافة شيء إليه. احفظوها العبارة. ويليام جونز، في كان هذا ويليام جونسون رئيس بريطانيا قبل فترة، تذكروا هذا على فكرة أصله تركي وجده كان وزير في الدولة العثمانية في أواخر أيامها. جده كان وزير في الدولة العثمانية، شوف أنت شكله، وطلقها لمرته البريطانية وبعدين شو عمل؟ طلق مرته البريطانية، وعند القانون إذا واحد بيطلق اختلف الدين بتم إلهم الولد عشان يربوا، فربوا تمت تربيته بالكنيسة مثل أوباما، باراك أوباما اسمه باراك حسين أبو أوباما، تربى في الكنيسة أيضا، صار رئيس لأمريكا. وهذا ويليام جونسون مهان وعنده حقد عجيب على الإسلام. يا لطيف، قرأت له كلام، الإسلام يقف في وجهنا وفي وجه مشاريعنا. يخرب بيت شيطانه بتلاقي الواحد، نسأل الله العفو والعافية، اللهم ثبتنا لخدمة هذا الدين إلى أن نلقاك وأنت عنا راض يا رب العالمين. إذا نحن عم نتكلم مو عن رئيس الوزراء البريطاني، عم نتكلم عن عالم بريطاني كبير اسمه ويليام جونز، مو جونسون، جونز. القدرة التي خلقت العالم لا تعجز عن حذف شيء منه. أنت عم تحكي عن عالم كبير، أني أعظم؟ أنه تكسير الماء من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، أو نبع الماء من بين أصابع، تكسير الطعام في القدر، أو نبع الماء من بين أصابعه، أو أن يضرب سيدنا موسى بعصا ويطلع عنا 12 طريق. لما خلق الأرض كلها، ما عم نحكي على الأرض وما عم نحكي عن الكرة الأرضية، نحن عم نحكي عن العالم اللي الكرة الأرضية، الكرة الأرضية شايفها كلياتها هاي، ما بتطلع نقطة في بحر المجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية ما بتطلع نقطة في بحر درب التبان اللي فيه ملايين الشموس، ودرب التبان ما بيطلع نقطة في بحر الدروب الأخرى. وكل هذه الدروب الله عز وجل قال عنها: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ولقد زينا السماء. وبعدين عم تحكي عن معجزة أنه والله سيدنا موسى ألقى بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أنك تنكر لي المعجزة ليش؟ هذا العقل ما بيرفض هذا الأمر. خلق العالم أكبر، فعم يقول لك القدرة التي خلقت هذا العالم لا تعجز عن حذف شيء منه أو إضافة شيء منه. فتح طريق، واحد بنى مدينة بعدين حب يفتح أوتوستراد بنص المدينة، عاجل بلا تشبيه ولله المسألة الأعلى، بنى مدينة ضخمة عالمية كبيرة بعدين حب يفتح أوتوستراد أول مدينة الأخيرة، عاجز؟ ما بيعجز، وهذا بلا تشبيه. فرضنا اللي خلق هذا العالم، طبعا كلها هي اللي عم نقول لك عليها ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ما بتساوي شيء قدام السماوات، والسماوات ما بتساوي شيء قدام العرش. عرفت هذا العالم قديش عظيم؟ القدرة التي خلقت العالم لا تعجز عن حذف شيء منه أو إضافة شيء إليه. هلأ برد على اللي بيقولوا أنه هذا بيتعارض مع العلم، قال: من السهل أن يقال إنه غير متصور عند العقل. إن العقل ما بيقبل بهذا الكلام، لكن الذي يقال إنه غير متصور ليس غير متصور إلى درجة وجود العالم. لاحظوا هذا الكلام الدقيق اللي عم يقوله، هعيد الكلام مرة ثانية. إن القدرة التي خلقت هذا العالم يعني بهذا الشكل لا تعجز عن حذف شيء من هذا العالم أو إضافة شيء إليه.
يعني ربنا مقادر يحذف يضيف يغير يبدل، مقادر ربنا سبحانه وتعالى قادر. من السهل أن يقال، هلا هو عم يقول من السهل أن يقال إنه غير، هلا نحن عم نشرح على لسان فريد وجدي وأمثاله من المغفلين إنه غير متصور عند العقل، إن المعجزة لا تتصور عند العقل، لكن الذي يقال عنه إنه غير متصور ليس غير متصور إلى درجة عدم وجود العالم. اللي بيطلع إلى العالم يجد أنه أكبر من كل الكلام عن المعجزات، مو هيك؟ أصلاً وجود العالم فيه معنى الإعجاز. شو والله ملايين الشموس في درب التبان، وملايين الدروب إلى جانب درب التبان، والشموس عم تتحرك هيك هيك هيك، ولا في شيء عم يدخل بشيء، ولا في، ولو اصطدم واحد بالتاني لخرب كل هالمنظومة. والشمس تجري لمستقر الله، ذلك تقدير العزيز العليم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هذا الرجل ويليام جونز يتكلم عن العلم أو يتكلم عن المعجزات والخوارق باسم العلم وليس باسم الدين. المعجزة اللي نحن عم نحكي عنها واللي موجودة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لن تكون أغرب من خلق هذا العالم. المعجزة اللي عم يستغربها أمثال فريد وجدي لن تكون أغرب من خلق هذا العالم الذي نراه. أنا أقول نحن نتنفس الصعداء بهذا الكلام. طبعا نحن ديننا ما بينتهي أحباب، خليكم معي. يعني أنا بالنسبة لي ما أستمد مصداقية ديني لا من ويليام جونز ولا من غيره، لكن ما دام قالوا إنه العلم الغربي الحديث أطاح بالأديان، فبدنا نجيب كلام من عندهم حتى يكون الكلام متوازن. هذا 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 منين جاي هذا ويليام جونز؟ من الغرب. الله يتجلى في عصر العلم من الغرب، ترجمه دمرداش وغيره، يعني كتاب ألف في الغرب، الله كتاب الله يتجلى في عصر العلم. النخبة السياسية والفكرية والعلمية التي تدخل في الإسلام في أوروبا وأمريكا اليوم من وين جاي؟ من أبناء هذا المجتمع الذي يقول إنه إن العلم فيه أطاحة بالدين، وإن الدين صار في عالم الأساطير. مرة أخرى نعود إلى قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. يا جماعة عجيب هذا الدين، الدين موجود في كل لحظة، فيه من المعجزات ما كل لحظة فيه من المعجزات ما يجعلنا والله نحن اليوم نزداد يقين به. والله بقاء الدين، بقاء الدين إلى هذه اللحظة محمد، بقاء الدين إلى هذه اللحظة رغم كل هذه الحرب الإعلامية والفكرية والأخلاقية، يعني اللا أخلاقية والمادية والعسكرية لمحاربة والإجهاز على هذا الدين، هذا بحد ذاته أنا بتقديري مثل أي معجزة. لكن كلمة معجزة هي مصطلح أن تكون ما يجري على يد النبي. لكن بس خليني انهي هي الفكره بعدين برجع لهالنقطه. اذا بنسال السؤال من الذي افترس الاخر؟ العلم الغربي افترس الدين الاسلام، افترسه ام احتضن الاسلام، ام العلم سجد لحقائق الاسلام؟ يا جماعه العلم لم يسجد لحقائق الاسلام فقط، سجد للخوارق والمعجزات ايضا التي جهز الله عز وجل بها الأنبياء. اليوم نجد أن الإسلام تألق والعلم العالم، عفوا مو العلم، يعني العلم بمعنى العلم، شو واحد بيحب واحد، العلم بيحتضن الإسلام. العالم الغربي أفلس، الإسلام تألق والفلسفات الغربية أفلست، العلم تألق والمذاهب الفكرية الغربية أفلست، جان جاك روسو، جان بول سارتر وماركس وكل هدول الناس يلي حكوا بالوجودية وحكوا كل الأفكار سقطت. اليوم الغرب لا يتبنى إلا مشروعا واحدا،
هو الإسلام. طيب بتقول لي شلون؟ بقول لك لو كان اليوم في دولة إسلامية قوية قوية متماسكة وفيها معاني حضارية ويعني لها وجود لها بصمة على هذا العالم لصار الغرب كله مسلما. احنا اليوم زمن التواصل الاجتماعي كان الغرب كله صار إسلام. بس اللي عم يمنع الغرب المجتمعات الغربية انه تنتقل بشكل سريع الى الإسلام شيئين. الشيء الأول انه هناك قرار من القيادات الغربية بأن تحجز هذه المعاني عنا وعن مجتمعاتنا، أن تحجز، أن هي لا تقول أنا أحارب الإسلام لكنها تحارب الإسلام. لما دخل الجيش الفرنسي إلى الجزائر يقول أحد القادة نحن لم ندخل الجزائر من أجل صحاري الجزائر، نجي صحاريها، ولا من أجل نبيذيا لأنه فيها عنب كثير بيطلع منه نبيذ، ولا من أجل نبيذيا، إنما دخلناها من أجل أن نمنع معركة يقودها الجزائريون يعودون فيها إلى فرنسا، يعني يفتحوا فيها فرنسا. ولما دخلت القوات الإيطالية إلى طرابلس ماذا كانت تغني؟ قواتي يا ماشي هيك، نحن بلد تشويش طالع الباب، مو هيك؟ كل واحد له قصيدته. كانوا يقولون أماه أتمي صلاتك ولا تبكي، هيك عم يقول الجندي الإيطالي، أنا ذاهب إلى طرابلس ليحارب الأمة. اليوم تعلن حربا على الإسلام. لا تظنوا أن أخواننا بغزة عم يقاتلوا إسرائيل، عم يقاتلوا أمريكا، وعم يقاتلوا بريطانيا، وعم يقاتلوا فرنسا، ولا تصدقوا والله بدنا مؤتمر ونحن ندين ومن حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، لكن على ألا تقصف المدنيين. بيئي مدني ما قصف، بيئي بناية ما دمره، بيئي مستشفى، بيئي مدرسة، بيئي جامعة، بيئي شو بيئي معونات غذائية ما منعت من أن تدخل، بيئي جريح ما منع من أن يذهب إلى مصر. في جريمة إبادة إنسانية أكثر من هيك؟ هي محارب على الإسلام، هي حرب إسرائيلية لما حرب أمريكية وحرب أوروبية. فالذي يمنع وصول هذه الحقيقة، حقيقة أن الإسلام هو مشروع أوروبا القادم، هي هذه القيادات التي تعمل بكل قوة على تشويه الإسلام. والشيء الآخر نحن كيف نحن متمسقين. نحن ما عندنا مثال الآن، مثال يحتذى به في الغرب والله، يعني ما في ولا دولة الآن تعطي صورة إسلامية عظيمة عن المسلمين. كلها بلاد ممزقة تخضع لسايكس بيكو، لساعتنا عايشين على الفيز. الدول الخليج بيدخلها الأمريكي اسمه خواجة، ما بده فيزا، أما بيدخلها أي مسلم بده فيزا، أصلاً ما بيطلع من المطار ليتوجه لتلك الدول. هذا المعنى بيعمل عندهم احتقار لنا، يعني عدم احترام لنا، إنه هن بيفوتوا بدون فيزا، أما نحن يعني كأنه فايت على بلده، أما نحن لا بدنا فيزا. فعدم وجود دولة، عدم يعني تراجع المسلمين وعدم وجود دولة تقودهم إلى الحضارة وإلى النهضة سبب آخر يجعل كثيرا من الغربيين يتأخر ويتردد في أن يأخذ يعني بتلابيب الإسلام. قبل ما أنتقل للفكرة اللي بعدها، أنا بدي أنهي يعني بدي أدخل بأبحاث جديدة، عرفت شلون؟ بدي أدخل بأبحاث جديدة، فما بدي كل مرة هلأ نحن نرد نرجع نأكد على فكرة العلم لا يتعارض مع المعجزة. إلا نحن عنا تعريفين للعلم، تذكروا هذا الكلام، تعريف تجريبي وتعريف شو محمد؟ تعريف تجريبي وتعريف نظري. تعريف التجريبي إنه العلم التجريبي هو العلم يلي بالمختبرات الظاهرة يدرسها العلم. الأكسجين الماء بيتألف من H2O، كيف هذا؟ درس العلم هذا الكلام. أي ظاهرة من الظواهر بيدرسها العلم وبيحللها. فلما بنجي نحن بنسأل العلم التجريبي أنت بتنكر المعجزة شو بيقلك؟ بيقلك أنا ما لي علاقة، أنا بس تصير الأمر الخارق للعادة بدرسه.
فهون اشكال عند احد الاخوه، وعلى فكره هو ما اجى عنده منصه اليوم يعني، وعنده شغل وطول الليل عم يتواصل معي. اشكلت انه المعجزه لا يمكن اخضاعها، فشو العلاقه هي بهي؟ من هون ده صار الاشكال، انه المعجزه مضت بينما العلم يضع يعني الظاهره تحت المجهر. الحقيقه المعجزه شو لنا تعريفها؟ امر خارق للعاده. فنحن نتكلم عن الامر الخارق للعاده، لكن نحن نتكلم المعجزه الى مواصفات، امر خارق للعاده يجريه الله عز وجل على يد مدعي النبوه عند تحدي المنكرين له، ليكون بمثابه السلاح الذي يثبت فيه ويبين فيه صدق نبوته. واضح؟ فنحن نتكلم عن الخارقه، الخارقه كلمه اعم، وبيدخل فيها الكرامه وبيدخل فيها المعجزه. اليوم في كتاب عجائب، اليوم في عندنا كتاب، نعم اليوم في عندنا كتاب اللهم صل على سيدنا محمد، شو هو؟ عجائب العالم. عجائب العالم كلنا خوارق، وخوارق للعالم، وهذه الخوارق مو يعني مو على ايدي المسلمين، جرت في اكثرها في بلادي. فالمساله في تعارض بين العلم التجريبي والخارق. بلا في علم التجريبي انا ما لي علاقه، انا علاقتي بس تجي شغله مخالفه للعاده اللي ما اعتدنا عليه ندرسها ونحللها. طيب العلم العادي يعني رؤيه الاشياء على ما هي عليه، الايمان بالشيء على ما هو عليه. فمن الجهتين ما في اختلاف. الشيء اللي المعجزه تدخل في اي شيء في الممكنات. نحن لما حللنا تقسيم المسائل الامور الى واجب ومستحيل وممكن، فهذا بيدخل بالممكنات، ان تكون وان لا تكون، هذا بامر الله عز وجل. اللي بده ينكر المعجزه بده اول شيء يرجع للايمان بالله، اذا هو ما له مؤمن بالله فهذا اكبر ايمان هو الايمان بالله سبحانه وتعالى، ما عنده ايمان بالله المشكله عنده ما هي عندنا، لكن العلم لا يتعارض، بدليل ان الغربيين يدخلون بالاسلام، بدليل ما ذكرته من ويليام جونز وغيره، بدليل ما ذكرناه عن دافيد هيوم في المحاضره الماضيه، وهذه امور لا تكاد تنتهي. لا تعارض في العقل بين المعجزة اللي خلق الكون قادر على أن يضيف إليه أي شيء كما قال ويليام جونز، وعلى أن يحذف منه أي شيء، وعلى أن يطور فيه، وعلى أن يعدل، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. بي عندي فكرة، هذه الفكرة، طيب وقف لي يا لحظة، الآن بي عندي مسألة واحدة. نحن تكلمنا عن المعجزة، موقف العلم من المعجزة، طيب موقف القرآن من المعجزة، كيف موقف القرآن؟ أن هناك من يقول اليوم لا توجد خوارق في الإسلام، لا توجد معجزة، ويستدلون على ذلك من القرآن. كيف يستدلون من القرآن؟ قال يستدلون على ذلك بقوله تعالى، اسمعوا، وقالوا، يعني قال المشركون، هذا كلام في كتاب الله عز وجل، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. نحن ما بنآمن لك حتى تتفجر لنا الأرض، مكة ما فيها ينابيع، فجر لنا ينبوع، يصير مثل نهر الدجلة، مثل نهر الفرات، مثل نهر النيل، مثل المسيسيبي، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب. بدنا جنة، مكة ما فيها جنان، مكة صخرة صماء لحكمة يريدها الله، انه هدول الملايين اللي عم يروحوا على مكة ما عم يروحوا مشان والله مكة مثل سويسرا، لا، ولا مثل كسب، ولا مثل بورصة، مكة بيت الله الحرام الذي اختصه الله عز وجل، اختص فيه المكان ويضاف اليه الزمان وقت الحج. طيب قالوا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، وبدنا أنهار كمان فيها، يعني بدنا تحول لنا مكة إلى
حديقة كبيرة، فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، هاي السماء نزل علينا لا نعرف أنك نبي، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، جبنا الله وجب استغفر الله وجبنا الملائكة لأن يقولون أنه أنت نبي، أو يكون لك بيت من زخرف، يكون لك بيت كله من زخرف، شايف؟ أو ترقى في السماء، تطلع على السماء ونشوفك نحن تطالع، ولن نؤمن لرقيك، بعد ذلك نحن ما بنؤمن أنك أنت ارتقيت حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. شو كان الجواب؟ انتبهوا يا بناتي، شو كان الجواب؟ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، فقالوا لما قال سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا معناته ما في معجزة، هو عم يقول لهم لما طلبوا منه المعجزة شو قال لهم؟ سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، هذا كلام الله عز وجل. فهناك من يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا معجزة له، لأن مقتضى المعجزة أن يجيبهم على طلبهم، لكنه لا أجابهم على طلب، ماذا قال لهم؟ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسول، يعني أنا مثلي مثلكم بشر، فليش أنتم عم تطلبوا مني شيء فوق طاقتي؟ فيعني ما عندي خارقة، ما عندي معجزة، ما عندي شيء. هذا مهم، هذا ظاهر الكلام مهم. طيب شو الجواب يا محمد؟ اللي قال الجواب، الله عز وجل يعلم ما تستطيعه النفوس، يعلم ما في هذه القلوب، يعلم أن هذا الذي جاء ليسأل هذه الأسئلة جاء ليجادل، جاء ليسخر، جاء ليستهزئ، جاء لاستغفر الله، يعني جاء مثل أقول جاء يضيع وقته، ما جاء يطلب الحقيقة، ما جاء يتكلم بجد، جاء شو تنزل علينا السماء وتفجر لنا الأرض وطلعنا وما لن من لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، بعدين قالوا له كمان بدنا اياك تبعث لنا تحيي لنا أهلنا مثل ما كان يعمل سيدنا عيسى، بدنا تحيي لنا الموتى من أمواتنا، وحتى ما بنقبل منك تبعث لنا مما كان تحيي لنا مما كان، بدك تبعث لنا تحيي لنا فلان وفلان وفلان، هذول كانوا مصدقين لما كانوا في حياة، بدنا اياك تبعث لنا اياهم بأنفسهم، فماذا قال؟ سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، لما يكون السؤال على سبيل السخرية والاستهزاء تبانا وليس فيه أي معنى من معاني الجد، ماذا يكون الجواب؟ هذا يتناسب، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وهذا دليل قول الله عز وجل في آية أخرى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا، لو فتحنا عليهم باب من الأرض للسماء وطلعوا روحوا شوفوا هالسماء وشوفوا شو فيها لقالوا هذا ساحر يا لطيف وين فايتين نحن هذا لعب فينا، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، يعني رب العالمين لما طلب لما كان طلب المشركين على سبيل الاستهزاء كان هذا الجواب، لكن بالمقابل أحبابنا لما نحن كان في سؤال على سبيل الجد قالوا له أرأيت إلى هذا القمر نريدك أن تجعله ينشق إذا كنت نبيا، وعلم أن علم الله منهم يعني علم ما تستبطنه نفوسهم أنهم كانوا جادين ماذا أشار إليه فانشق فأثبته الله عز وجل في كتابه، اقتربت الساعة وانشق القمر، لاحظتوا معي؟ وإلا القرآن مليء بالمعجزات، يعني إذا بدنا نعود نتكلم عن المعجزات كثيرة جدا إن شاء الله يعني نأتي على ذكرها في المحاضرة القادمة، نجمعها هيك نجمع لكم يا معجزات كثيرة، وأنا ذكرت لكم إحياء سيدنا عيسى للموتى هي مو معجزة، ضرب العصا سيدنا موسى لما ضرب العصا فأكلت كل الحيات، أو ضرب العصا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم هي مو معجزة، لما جاءت الطير الأبابيل تحمل جمر الطير بيحمل جمر لكنها حملت الجمر وألقت كل طير هذا طير من السماء خلقه الله عز وجل يناسب هذه المهمة،
وكل طير ألقى على فيل من أفلاه من فيلات أبرهة جمرة فقضي على الجيش كله. سؤال عبد المطلب قالوا له لقد جاءك أبرهة بجيش لا قبل لأحد به. الخيل بتهرب من شفتوا الخيل شيء لما بتحط خيل مقابل فيل تعمل هيك بتصير تضربه بالزيت صاحبه وبتهرب. ما حد ليش جاب لهم فيلة ما جاب لهم خيول؟ لأن الخيول تهرب من الفيل والفيل عالي فيل عالي واستخدموا الفرس في أظن معركة القادسية واحد المسلمين عرف نقطة ضعفه أظن من عنده الخرطوم إذا ضربته بصير هو بيهرب. يعني كل شيء له نقطة ضعف مثل مركافة شاريوت عرفوا نقطة ضعفها وضربوها بفضل الله سبحانه وتعالى. فماذا قال عبد المطلب؟ شوف الثقة عبد المطلب ما دخل الإسلام للسماء ما بعث النبي عليه الصلاة شو قال له؟ إن للبيت فأنزل الله ألم ترى بعد ذلك ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وهذا الكلام صار يعني أمام الناس جميعا أمام أهل مكة كلها ونجى الله مكة وأهلها وحمى بيته. هذا يعني باختصار تكلمنا عن موقف العلم من المعجزة وموقف القرآن من المعجزة ومعجزة القرآن معجزة خالدة باقية إلى قيام الساعة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.